معانا كمان ام احمد والده المعتقل احمد الدسوق المعتقل بسجن ترى. ام احمد اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه وينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. خلينا في البدايه نسال حضرتك، يعني طمنينا ازاي بتشوفيه اول يوم العيد، شكله ايه؟ زياره استثنائيه بتكون صورتها ازاي في العيد؟ زياره ايه حضرتك؟ انا من يوم لجنه خطأ وانا ما اعرفش حاجه عنه خالص، غير ان انا شفت اسمه في قضيه، اتنسق له قضيه بس، لكن زياره احنا ممنوعين من الزياره. انتوا ممنوعين من الزياره وما بتعرفوش؟ العريس اللي كان بيجهز حاله عشان يتجوز، ده العريس اللي كان بيجهز نفسه عشان يتجوز اتخطف في نفس الاسبوع اللي بيجهز نفسه فيه، اللي بنعمل كروته الدعوه عشان ندعي الناس حبايبنا وقرايبنا. اسمع ان ابنه اتخطف، ما فيش تليفونه غير متاح من ساعتها لغايه النهارده، ده خامس عيد ليا ما شفتش ابني ولا حتى زياره. طيب. ولا رؤيه له ولا بسمع صوته. طيب يعني رغم الظروف الصعبه ورغم اللحظات اللي بنمر بيها وحضرتك وكل اسرنا واسر المعتقلين، في رساله معينه حضرتك عاوزه تقوليها في هذا اليوم؟ يعني في النهارده يوم العيد إيه؟ في رساله عاوزه توجهها للناس المتابعين المشاهدين؟ مفيش عيد عندنا. انا بقالي خمس عيد دلوقتي ما عنديش عيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. بقول البغي في الدنيا قصير عمره وان اجتمع بالجند والاموال. نعم. بقول ايه؟ يعني حقيقه حبينا من خلال البرنامج النهارده ان احنا نعيد على حضراتكم، ولعل وعسى رسالتنا توصل، ويعني نكون احد المشاركين في التهنئه ليكم في البيت، ولعل وعسى انه العيد القادم يكون ابن حضرتك جنبك باذن الله، وبتفرحي بيه ان شاء الله وبتجوزيه باذن الله. ام احمد والده المعتقل احمد الدسوقي المعتقل بسجن ترى كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.